صحة وسعادة. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير والسعادة والإيجابية. صبح عليكم أعزائي المستمعين وين ما كنتوا، سواء في بيوتكم أو في سياركم في مشاويركم الصباحية. نصبح عليكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. طبعا أرحب بفريق العمل، فريق الإعداد بهيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة زميلتي الأخت ميرا الخفلي، وفي الإخراج طبعا مخرجنا المبدع والمتميز السعيد المر. وبكون معاكم اليوم في حلقتكم محدثتكم آمنة آل علي. مثل ما عودناكم أعزائي المستمعين في برنامج صحة وسعادة أن نتناول آخر الأخبار الصحية والعلمية اللي تهم كافة أفراد المجتمع، وأكثر المناقشات والحوارات والأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. وطبعا فقرتنا لليوم فقرة التغذية فقرة جميلة جدا، من شأنها أن ترفع هرمون السعادة عندكم. فإذا حد فيكم اليوم مضايج متكدر لا سمح الله، اسمعوا برنامج صحة وسعادة، وإن شاء الله أخصائية التغذية اليوم بتعطينا معلومات جدا قيمة. وطبعا مثل ما لاحظتوا خلال هالأسبوع في برنامج صحة وسعادة كنا نذكر موضوع صحة الطفل والرعاية الصحية، ونتكلم بكثير عن الأطفال وغيرها من هذه المواضيع، وذلك طبعا تزامنا مع عودة الأطفال للمدارس. واليوم حلقتنا جدا مهمة وموضوعنا جدا مهم، لأن بنركز على مناقشة كيفية تعزيز الجانب النفسي للأطفال مع عودتهم للمدارس وللتعليم الواقعي. فنتمنى لكم أعزائي المستمعين ساعة جميلة تقضونها معنا في برنامج صحة وسعادة. ونبدأ الحلقة مع خبرنا لليوم. الخبر يقول ارتفاع أعداد المصابين بالخرف في العالم. طبعا أفاد تقرير رسمي صدر عن منظمة الصحة العالمية مؤخرا بأن عدد المصابين بالخرف في العالم آخذ في الارتفاع. وطبعا قدرت المنظمة ذلك بتأكيدها على أن أكثر من 55 مليون شخص من النساء والرجال فوق سن 65 عام مصابون بالخرف، فيما توقعت أن يرتفع هذا العدد إلى 78 مليون بحلول عام 2030. وقالت المنظمة في تقريرها أن الخرف يتسبب في مجموعة متنوعة من الأمراض والإصابات اللي تأثر على الدماغ، مثل مرض الزهايمر أو السكتة، كما أنه يأثر على الذاكرة وسائر الوظائف الإدراكية والقدرة على أداء المهام اليومية. طبعا هذا الخبر خبر الخرف يخلينا دائما نتساءل، هل ممكن أن نحن نحسن من جودة حياتنا، نحسن من غذائنا؟ هل ممكن هناك أطعمة أو شيء نقدر نسويه يخلينا ممكن نأخر موضوع الخرف أو لا نصاب بالخرف؟ وطبعا أنا بحرص أني أتناول هذا الموضوع باكر في برنامج صحة وسعادة، نشوف دكتورة التغذية شو رايها في هذا الموضوع، إذا في أطعمة أو شيء ممكن نتناوله يخلينا نبتعد شوي عن موضوع الخرف. والحين أعزائي المستمعين مثل ما عودناكم بداية برنامج صحة وسعادة تكون مع مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي مع زميلتنا أسماء الجناحي. صباح الخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور عليكم وعلى كل المستمعين إذا أصبرتني. صراحة أسمى تمنينا تكونين اليوم معانا في الاستديو. إن شاء الله يوم أكون موجودة.
إن شاء الله. أسمى خبرينا، شو آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي عندك؟ من ضمن الأشياء اللي حطيناها في قنوات التواصل الاجتماعي إن الإعلان عن خدمات فحص كوفيد 19 مجانية للمواطنين من طلبة المدارس الحكومية في دبي بمرافق هيئة الصحة بدبي. في طرق بس أحب نذكر أن جميع مراكز هيئة الصحة بدبي هي من خلال المواعيد المسبقة، ممكن أن يحجزون موعدها. واحد، يختارون يفتحون تطبيق هيئة الصحة. اثنين، يختارون على يعني أوبشن موعد حجز موعد فحص كوفيد 19، يختارون نوع الزيارة، هل هي في المركز أو من خلال خدمة الفحص من المركبة، ومن ثم يختارون الوقت والتاريخ وبعدين تأكيد الحجز. نحب أيضا نأكد أن فحص كوفيد 19 ليس مطلوبا من الطلبة في التعليم الخاص بدبي. أيضا نأكد أيضا أن المواعيد مهمة قبل ما أنهم يروحون للمركز. بالنسبة للمراكز الفحص اللي موجودة في مراكز التجارية هي يعني يمكن حضورها من دون موعد، ولكن اللي موجودة في مرافق هيئة الصحة أو المركز الفحص بالمركبة لازم يكون من خلال الموعد المسبق، وهذا فقط للطلبة المواطنين من طلبة المدارس الحكومية في دبي. أيضا وصلتنا مجموعة من الأسئلة بخصوص فحص اللعاب، هو متوفر فقط في المراكز الصحية التي توفر خدمة البي سي آر، يعني هناك نوعين من التطعيم نوعين من الفحص لتعودين تقول تطعيم. لا عادي، نحس المستمعين اسمه ما عندنا مشكلة. نوعين من الفحص لكوفيد 19، هو فحص من اللعاب أو فحص من البي سي آر، ولكن اللعاب متوفر فقط في مراكز صحية. أيضا من ضمن الأشياء نحب نذكر فيها ونأكد عليها أنه مؤتمر دبي دوي للتغذية بيكون إن شاء الله في من 4 إلى 6 نوفمبر 2021. أيضا من ضمن الأشياء نحب نأكد عليها أن خدمات الأطفال اللي هي خدمات الغدد الصماء وخدمات جراحة الأطفال وأيضا خدمات أو عيادة الأعصاب للأطفال هي الآن متوفرة في مستشفى الجليلة، والخدمة تم نقلها من كل مستشفى دبي ومستشفى لطيفة إلى مستشفى الجليلة. تقريبا هالأشياء اللي حكينا نحب نأكد عليها، والأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي، ونحن دائما موجودين في خدمة المجتمع، واللي عندهم أي اقتراح أو أي ملاحظة يمكن يتواصلون معنا مباشرة. ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة زميلتي أسماء، شكرا لك. طبعا مثل ما ذكرت أسماء الجناحي، خبر جدا مهم، الخبر اللي هو فحص كوفيد 19 مجاني لطلبة المدارس الحكومية. فحين احنا نقدر نقول ان هيئة الصحة بدبي توفر هذه الخدمات، وطبعا نأكد ونرد نقول ان هذه الخدمات متوفرة ب الموعد المسبق. يمكنكم طبعا استخدام تطبيق DHA لأخذ المواعيد أو من خلال الرقم المجاني 803-42. طبعا نحن نحثكم على متابعة وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لهيئة الصحة بدبي، وخاصة الانستغرام والتويتر اللي هو DHA_دبي. طبعا هذا للتابعون آخر مستجداتنا وآخر وسائل، يعني آخر الأخبار الصحية اللي تهمكم في إمارة دبي، يمكنكم معرفتها من خلال DHA_دبي. وطبعا الحين مثل ما ذكرنا أن فحص كوفيد 19 لطلاب المدارس متوفر مجانا في هيئة الصحة بدبي، وكذلك صحة دبي تتيح جرعة فايزر بيونتك لأصحاب الأمراض المناعية الشديدة. فطبعا حبيت أذكركم أن الجرعة الثالثة من فايزر بيونتك لأصحاب الأمراض المناعية لازم تتأكدون أولا، للأشخاص اللي حابين يأخذون لقاح الجرعة الداعمة من فايزر بيونتك أن تتأكدون أنكم من الفئات المحددة لأخذ الجرعة الثالثة. وطبعا إذا كنت من ضمن الفئات هذه استشر طبيبك المختص، وسيقوم الطبيب بإعلامك إذا كنت تحتاج الجرعة أو لا. وطبعا الطبيب هو اللي بيحولك على العيادة لأخذ اللقاح
وطبعا الفئات اللي حددتها هيئة الصحة بدبي للجرعة الثالثة من فايزر بيونتك هم اللي يعانون من أمراض أو يتلقون علاجات مثبطة للمناعة أو اللي يتلقون علاجات لمرض السرطان أو اللي خضعوا لزراعة في الأعضاء أو اللي يعانون من نقص المناعة المكتسبة أو اللي يتلقون أدوية مثبطة للمناعة. فنحن نقدر نقولكم أعزائي المستمعين هذه المعلومات وأكثر تقدرون تحصلون عليها من تطبيق من إنستغرام هيئة الصحة في دبي DHA_Dubai. والحين بنطلع معاكم فاصل إعلاني وبنواصل معاكم في برنامج صحة وسعادة مع هرمون السعادة. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. نذكركم بأرقام التواصل معنا واللي هي 600-551414 ولرسائل النصية القصيرة 4006. وطبعا مثل ما عودناكم الفقرة الأولى في برنامج صحة وسعادة هي فقرة التغذية. ومع تعدد المشاكل الصحية طلع من سنوات وزاد الحديث في أوساط الناس عن هرمون السعادة. هذا الهرمون الطبيعي الموجود في أجسامنا اللي من دون شك يحقق الكثير من التوازن وخاصة في الجانب النفسي والاجتماعي. وطبعا حول هذا الموضوع ستدور مناقشتنا اليوم في فقرتنا الأولى مع الأستاذة نجلة درويش. صباح الخير أستاذة نجلة. صباحكم نور وسرور وجميع المستمعين. اهلا فيك. طبعا يعني خبرنا يعني اقصد موضوعنا لليوم موضوع هرمون السعادة. احس الحين الامهات مع ضغط المدارس ومع العودة للتعليم الواقعي كلنا نحتاج نسمع شيء عن السعادة، نسمع شيء ممكن انه يرفع هرمون السعادة. ممكن تعرفينا شيء تعريف بسيط عن هرمون السعادة وليش تسمى بهالاسم؟ بالفعل احنا الحين في فترة يعني توترات وقلق وخاصة لدى الأمهات، فحبينا نتكلم عن موضوع هرمون السعادة وتسمي بهالاسم لأنه هو عبارة عن مصطلح يعني يشمل مجموعة من الهرمونات اللي يفرزها الدماغ وتساعد على تحسين الحالة المزاجية. طبعا الحين أشهر هرمون اللي نسمعه ومرتبط يعني من هرمونات السعادة اللي هو السيروتونين، أشهرها لأنها شو تسوي آمنة مضادة للاكتئاب، تعالج اضطرابات الأكل، الكرب، تحسن الحالة المزاجية وحتى الهضم. فهذا هو سبب تسميته بهرمون السعادة، وعشان كذا لازم نركز عليه، نركز إن إحنا كيف نقدر نعزز هذا الهرمون أو كيف نقدر إحنا نرفع من مستوى هذا الهرمون أو عدة هرمونات وأشهر هرمون السيروتونين بشكل عام هرمونات السعادة. نعم، إذا هذا الهرمون مثل ما ذكرتي موجود أكيد هناك عادات غذائية ممكن أنها هي تأثر على المزاج والحالة النفسية؟ بالفعل، لأن شوفي آمنة العادات الغذائية جدا مرتبطة بالحالة المزاجية. في بعض العادات اللي أشخاص ممكن يتبعونها يرفع لهم هرمون التوتر الكورتيزول يكون أساسا موجود، ومثل ما تقولين يعني بعض العادات هذه اللي قاعدين يسوونها بالعكس تزيد من افراز هذا الهرمون وتسبب توتر وقلق واكتئاب زياده. يعني من ضمن هالعادات اللي هي يعني ان احنا نتبع مثلا نظام غذائي خاطئ غني بالاطعمه الدسمه، مثلا على سبيل المثال المشروبات الغازيه بكثره، الحلويات، الاشياء اللي ممكن تزيد من التوتر هذا او من هذا الهرمون اللي هو هرمون الكورتيزول. بالمقابل في عندنا الاطعمه او العادات الغذائية أو العادات الصحية خلنا نقول بشكل عام تساعد في رفع هرمون السعادة، مثل النوم بشكل جيد، بعض الأطعمة اللي تعزز. يعني مثلا ما بقول على سبيل المثال أنا باكل طعام مثلا وهذا عبارة عن هرمون السعادة، لا، في أطعمة تعزز هرمون السعادة عندنا مثل اللي هي كمضادات للأكسدة، عندنا مثل التوت، عندنا مثلا ركز على الزبادي آمنة. تعرفين ليش؟ الزبادي فيه البروبيوتيك البكتيريا النافعة اللي تحفز إفراز هرمون السعادة في الجسم،
عندنا مثلا الاسماك الدهنيه السلمون، نقول الدهنيه اللي هي الدهون الصحيه، المكسرات بانواعها والبذور. عندنا في المثال نكثر من الخضروات والفواكه لغرض وجود الالياف الغذائيه فيها. طبعا كل هالاطعمه اللي انا ذكرتها الشخص يتناولها باعتدال على مستوى احتياجاته من السعرات الحراريه، وما نكثر مثلا من اللحوم اللي هي في اللحوم الدهنيه بكثره، لا كلها تكون يعني كلها الاشياء تكون باعتدال. فهذه الاشياء هي اللي تحفز عندنا هرمون السعاده، هاي مثل ما قلنا عادات غذائيه. نعم مثل العادات الصحية الثانية. نعم مثل ما ذكرت يعني هو ما في هناك أكلة معينة هي بتفرز هذه هرمون السعادة، بالعكس هناك أكلات إذا قللنا منها مثل ما ذكرتي هي اللي بتساعدنا أن نحن نبتعد عن الضغوطات النفسية، وفي أكلات معينة ترفع هذا الشيء. ممكن نعيد نذكر المستمعين، ذكرتينا بالسلمون. هي السلمون فعلا لأنها هي غنية بالأوميجا 3، وهذه محتواها من العناصر الغذائية فعلا يعزز من رفع هرمون السعادة في الجسم، وعلى الأقل الشخص يتناولها 3 مرات في الأسبوع. بالمقابل أنا أقلل الأطعمة المقلية الأطعمة الدسمة عشان أتفادى مثلا ارتفاع هرمون الكورتيزول أو مثل ما نسميه هرمون القلق أو التوتر. في بعد عندنا نحن نقول الكاكاو الداكن أو الشوكولاتة الداكنة، يعني اللي ممكن الشخص يتناولها ويرفع عنده هرمون أو هرمون السعادة ويعزز من رفع هذا الهرمون، لكن تناولها بكميات معتدلة. الشاي الأخضر، البابونج، اليانسون، الكمون، الأشياء اللي تريح المعدة كذلك، هاي بعد ترفع هرمون السعادة وتقلل كذلك هرمون التوتر. نعم نقدر نقول أن معظم هذه الأشياء اللي ترفع هرمون السعادة هي أغذية، بالفعل أغذية صحية. فعلا فعلا، وغنية بالألياف الغذائية، فيها عناصر غذائية مهمة للجسم بشكل عام، وكذلك تحفيز هذا الهرمون اللي يكون من الدماغ. الاسترخاء بعد آمنة، يعني الأشخاص اللي يعانون من التوتر أو القلق في هالفترة دائما نصحهم أنهم يعني ما يأكلون وهم متوترين. يعني ليش؟ لأنه يصير عندهم مثل اضطرابات في المعدة، الهرمونات تكون عندهم متضاربة ببعض، يعني متداخلة ببعض. الشخص اللي دائما ياكل على عجاله وعلى توتر وعلى قلق بالعكس بيفاقم المشكله، يعني ما بيحل الموضوع او بيعالج الموضوع، لا بيفاقم عنده المشكله في التوتر، وعادي يصاب بتلبك معوي او اضطرابات في المعده وبالتالي تخمه وما شابه ذلك، والاضطرابات اللي ممكن تصير من جراء هذه العادات. نعم، فطبعا نحن نتحدث عن السعادة، هل هناك أستاذة نجلة نصيحة علمية يمكن أنها تخفف على أثر الضغوط النفسية الواقع علينا بشكل عام؟ طبعا على حسب ما ذكرنا الأغذية الأول والأخير، لأن في ناس خلاص نفسيا بس مجرد أنها تشعر مثلا بالقلق تروح تأخذ الأكل شيء تأكله بدون إحساس، ما بدون ما تميز بين إحساسها بالجوع فكلها هي كلها عبارة عن حالات مزاجية. فالنصيحة العلمية نصحهم إياها العادات، اتباع نمط الحياة الصحية والعادات الصحية، النوم بشكل جيد، ممارسة التمارين الرياضية، الهواء الطلق، وخاصة الحين بعد مع اعتدال درجات الحرارة، التعرض لأشعة الشمس في الأوقات المناسبة، انتقي طبعا يعني انتقي الأطعمة اللي هي الجيدة اللي ممكن أتناولها المهدئة، أتناول الطعام باعتدال يعني حتى لا أصاب بالتخمة، وبالتالي تفكير القلق الوسواس القهري لا أكلت زيادة لا كذا، فهاي الأشياء تأثر على هرمون السعادة. فأنا أحفز هرمون السعادة عن طريق الاسترخاء، عن طريق اتباعي للعادات الغذائية الصحية والعادات الصحية بشكل عام، نمط الحياة الصحي. نعم أستاذة نجلة، هل هناك أي إضافة حابة تضيفينها على فقرة هرمون السعادة؟ هي. كل اللي حابة أقولهم ما عليه التوتر هذه مراحل تمر بحياتنا، بس نحن ما نخليها بشكل دائم، نحاول نعالجها أول بأول ونخفف من هذه التوترات باتباعنا لهذه العادات، ودائما دائما نتمنى إن شاء الله كل الناس سعداء، وحتى أسوة بالبرنامج صحة وسعادة، فدائما نباهم يعني يشعرون بالسعادة وينعمون بصحة جيدة.
إن شاء الله. شكرا لك أستاذة نجلة درويش على هاي الفقرة الجميلة، ونطلع طبعا لمحاور وفقرات أخرى معك في البرنامج. شكرا لك. كل الشكر لكم على هذه الاستضافة، وأقول للمستمعين ولكم إن شاء الله يومكم سعيد. يومك أسعد. مثل ما ذكرت الأستاذة نجلة درويش، هناك طبعا نمط الحياة الصحي متزامن مع السعادة. إذا كان نمط حياتكم صحي وأغذيتكم صحية، تتناولون قدر كافي من الأكل الصحي، مثل ما ذكرت هناك بعض الأطعمة ممكن أن هي ترفع هرمون السعادة مثل السلمون، الكاكاو الداكن، الشاي الأخضر، وكذلك الاسترخاء أولا وأخيرا. الاسترخاء واتباع نمط حياة صحي ممكن يساعدكم على رفع هرمون السعادة. طبعا نشكر أستاذة نجلة درويش أخصائي أول التغذية السريرية بهيئة الصحة في دبي على هذه المعلومات القيمة. والحين بنطلع معاكم مع فاصل إعلاني، وراجعي لكم في موضوع الصحة النفسية للأطفال مع العودة للمدارس. انتظرونا. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بالتعاون مع إذاعة نور دبي. وطبعا برنامج صحة وسعادة برنامج إذاعي يومي، نحاول فيه نطرح مواضيع صحية تهمكم وتهم جميع أفراد المجتمع. وفقرتنا لليوم في الفقرة الأخيرة من برنامج صحة وسعادة هي الصحة النفسية للأطفال مع العودة للمدارس. والاهتمام بالطفل وصحته أولوية متقدمة في سياسات وخطط هيئة الصحة بدبي. واستعرضنا في حلقة الأمس الخدمات اللي توفرها الهيئة للعناية بالطفل من خلال تطبيق براعم. واليوم نستكمل هذا الحديث عن الرعاية الصحية للأطفال، واللي سنركز فيها على الجانب النفسي للطفل مع العودة للمدارس. وللحديث عن كيفية تعزيز هذا الجانب في أبنائنا، يسعدنا أن تكون معنا الدكتورة أزهار محمد أبو علي، اختصاصي نفسي أول طب أطفال وأسرة في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة. صباح الورد أمنة، وشكرا لك على الاستضافة، وصباح الخير لكل مستمعينا الكرام. وأبغى أشكرك أول شيء على السريع على اهتمامكم بالصحة النفسية، وخاصة في الوقت هذا ووقت رجوع للمدارس، فأشكرك وأنا سعيدة جدا أن أكون معكم اليوم. شكرا لك دكتورة، نحن سعيدين أنك تمنحينا جزء من وقتك، لأن المجتمع محتاج أنه يعزز ثقافة الصحة النفسية، ونحن أيضا نبي نعزز في المجتمع ثقافة الصحة النفسية لدى الأطفال. كلنا مرينا دكتورة بجائحة كوفيد-19، وأكيد إلا ما تركت يعني أثر سواء على الجانب النفسي لنا أو لأطفالنا. فحبينا نعرف منك اليوم التأثير كيف كان على الأسر وعلى الأطفال. يا مثل ما قلتي أمنا، شكرا على السؤال، لأنه فعلا يعني كل العالم تأثر صراحة. طبعا الأطفال كل طفل وكل أسرة تختلف عن الثانية. أنا بجاوب عليك بشكل عام، لأنه اللي شفناه إحنا في السنتين الأخيرة هذه طبعا أنه إيش صار بالطفل والأسرة، تغيرت عليهم الحياة تماما، نمط الحياة تغير. الطفل مثلا فقد كثير أشياء من حياته الطبيعية، مثلا أصدقاء وروتين المدرسة، علاقاته مع المدرسين، طلعاته العادية، حتى الأنشطة اللي كان يسويها افتقدها. فإيش اللي صار يعني؟ فبدأ الطفل والأسرة يتأقلموا مع وضع جديد، طبعا اللي نسميه النيو نورمال الجديد، يعني الطبيعي الجديد. أيوة، فاللي شفناه طبعا أنا بتكلم بناية على الدراسات وبناية على اللي شفته كمان يعني مع شغلي مع الأسر، صار في عند بعض الأسر والأطفال ارتفاع شوية ببعض المؤشرات النفسية. أوكي، مثلا على سبيل المثال القلق، الخوف، لأنه دخل شيء جديد على الأطفال. الأطفال بعضهم ما عمرهم شافوا أمراض، أو لا سمح الله فقدوا شخص عزيز عليهم، فالأول مرة بدأ يشوفوا فكرة المرض، فكرة الوفاة، فكرة فقدان أصلا يعني هذه جديدة عليهم. فبدأ شوية يرتفع
ترتفع نسبة القلق عند الصغار والكبار على فكرة. الخوف الشديد، شفنا انخفاض في بعض المهارات الاجتماعية كمان بسبب الجلوس في البيت فترة طويلة. المزاجية، السلوكيات معينة بدأت تظهر. أكبر شيء شفته بصراحة أمنا إنه شفت إنه زيادة في طبعا الاستعمال الإلكترونيات والشاشة. هذه كان فيها زيادة عجيبة بصراحة. كانوا بس الإلكترونيات يعني حتى ممكن قلة الحركة أدت إلى يمكن دكاترة ثانيين بيقولوا لك زيادة السمنة. فالعملية كلها متكاملة، يعني هناك تأثير لهذه الجائحة سواء على موضوع الإدراكي للأطفال أو على الموضوع الصحي وموضوع الرياضة وموضوع أوزان الأطفال. فنحن مثل ما بنذكر اليوم الجانب النفسي، دكتورة قلتي أن الأطفال ممكن أنهم مع الجائحة تعرضوا لقلق شديد، لمصطلحات جديدة، لمعلومات يمكن ما كانوا بيتعرضوا لها في هذه الفترة العمرية اللي هم فيها الحين. فهل لهذه التحديات المجتمعية والنفسية يعني فوائد هناك ممكن نقول للتعلم عن بعد؟ إذا بنذكر المدارس دكتورة، هل هناك تحديات وفوائد أيضا من وجهة نظرك؟ أكيد. أي أنا أقول سؤال جيد برضو، لأنه شوفي التعلم عن بعد أول ما دخل علينا كان طبعا تغيير مفاجئ، زي ما تقولي صدمة حتى من ناحية نفسية. وأنت ذكرتي التغييرات كانت على يعني مستويات مختلفة. صارت التعليم عن بعد اللي وجدناه شيء يعني بناية برضو على الأبحاث وبناية على تجارب الأهل اللي شاركونا فيها. بعض التحديات اللي واجهناها إيش هي؟ أنه طبعا مين يشرف على الطفل وهو في البيت، صح؟ طبعا يعتمد على الفئة العمرية، إذا الطفل صغير أو أكبر يقدر يستقل. فوجدنا أنه معظم الأهالي الاثنين يشتغلوا، فما في أحد ممكن يساعد في الإشراف على الطفل. فالطفل بدأ شوية يتشتت ساعات لما يضطر يجلس لوحده كمان، وهذه شاشة برضو، فيبدأ إيش يسوي؟ يحول إلى الألعاب الإلكترونية والأمور هذه. بعدين الأطفال اللي عندهم أصلاً صعوبات أمنة، يعني أنا ما ذكرتهم في البداية إنه إذا عندهم صعوبات تعلم أو اضطرابات معينة، هنا هذول الفئة كمان ساعات واجهوا صعوبة، لأنه ما في الاهتمام الفردي أو الشخصي كمان اللي كان عندهم يمكن موجود في المدرسة أيامها. وطبعا أكبر تحدي I think إنه المهارات الاجتماعية برضو ما فقدوها، يعني ما في تواصل مع أصدقائهم زي ما كانوا لما يروحوا المدرسة، عرفتي؟ فالمنافع طبعا وجدنا إنه في أطفال في الجهة الثانية كثير تطوروا بسبب التعلم عن بعد. ليش؟ لأنه أول شيء في شيء إحنا طبعا ظهرت التنمر في العالم، هذه موجودة في المدارس، صح أو لا؟ أكيد. فهنا هذه نقصت طبعا مع التعلم عن بعد، ما صار في فرص للتنمر زي أول في المدارس. فهنا في أطفال وجدناهم أنه يتحسنوا لأنه ما في العوامل اللي تسبب لهم ضغوطات نفسية اللي كانت موجودة في المدرسة. برضو في استقلالية ومرونة في التعليم عن بعد، فصاروا يسووا الأهالي مع الطفل جدولهم الخاص، يعني ما في زي أول لازم يصحى ساعة معينة يعني زي أول بدري عشان يروح المدرسة. فصار في حتى كمية النوم على فكرة زادت. نعم. فصار في تحسن في الاستيعاب المعلومات كمان، يعني هذه بناية برضو على الأبحاث يعني. وفي شيء أهم نقطة كمان أمنا، إنه الأهالي اللي كان عندهم فرصة يجلسوا مع أولادهم في البيت، الأهالي كثير استفادوا إنه للأول مرة قدروا يشوفوا الطفل وكيف الطفل يستوعب المعلومات والمواد الأكاديمية. يمكن حتى دكتورة حسين بقدر المعلم وكم إن هذه يعني عملية التعليم عملية صعبة، والمعلم يبذل جهد كبير، يعني هذا ممكن ما كنا بنعرفه لولا الجائحة. صحيح بالضبط، شافوا أول شيء دور المعلم، وبعدين زادت على فكرة التواصل بين المعلم والأهل. يمكن عن أول يعني أول كان في اجتماعات وهذا، بس الحين صار في تواصل أكبر لأنه الأهل أصلاً موجودين مع الطفل. فالأول مرة الأهل شافوا الطفل كيف يتعامل مع الكلاس روم، مع الصف، مع المدرس، شافوا الطفل إيش نقاط القوة ونقاط الحاجة اللي عنده كمان. ففي في أكيد كانت منافع ظهرت بسبب التعليم عن بعد اللي أعتقد حيستمر كمان في العالم يعني. نعم. كذلك دكتورة، نحن حين ذكرنا فوائد التعليم عن بعد، هذه كانت فترة مرينا فيها واجتزناها لله الحمد، في ناس اجتازوها بنجاح، في ناس اجتازوها يمكن دكتورة انهم كانوا هم يسوون عن عيالهم هذه الأشياء، فلكل شخص طريقته انه كيف اجتاز
هذه المرحلة، ولكن الحين مع عودة المدارس للتعليم الواقعي هناك أكيد مشكلات أكثر ظهرت على الجانب النفسي، مثلا يعني كموقف شخصي دكتورة، أنا أول يوم أخذت بنتي للمدرسة كانت هي روضة ثانية، فيعني هي ما اختبرت أصلا موضوع يعني الذهاب للمدرسة، كانها هاي كأنها أول مرة في حياتها تروح للمدرسة. كان موجود التعليم عن بعد، كانوا نفس الطلاب اللي كانوا معاها في التعليم عن بعد موجودين في الصف، نفس المعلمة، كل شيء نفس الشيء، إلا أن هي موجودة الحين في هذا الصف. كان أول انطباع لها أنه يعني أنا خايفة، كيف يعني أنت بتروحين بتخليني هني؟ قلت لها هي لازم أروح، يعني هاي مدرسة ما يستوي أنا أتم في المدرسة. قالت لا بس يخوف. قلت لها لا ما يخوف، خلاص يعني نحن بنطلع والأبلة بتهتم فيك وكل شيء بيكون تمام. بس ورد لي يعني لذهني كلمة، الكلمة اللي قالتها، قالت بس أنا ما عندي أصدقاء والصف فيه طلاب حوالينها. قلت لها زين يمكن هاي لهم أصدقاء، يعني هي تعرفهم يعني معرفة إن هاي لها خلاص سنة كاملة درسة أونلاين مع بعض. قلت لها هذه فلانة هذه فلانة أنت تعرفينهم، درسنا مع بعض، درستوا يعني مع بعض. قالت لا بس هاي مو بأصدقائي. فيعني أحس الجملة هاي قالت يعني خلتني يبادر في ذهني هذا الموضوع وأطرحها على الإذاعة. هل الجانب النفسي للطفل مع العودة للمدارس كيف ممكن نحن نعزز في هذا الطفل ونقول له أن لا هذيل هم نفسهم أصدقاء أكثر، مثل ما في أصدقاء في التعلم الافتراضي هناك أصدقاء في التعلم الواقعي. فأبا أعرف من وجهة نظرك دكتورة إذا في وحدة من الأمهات تسمعنا واجهت هذه المشكلة مع طفلها، تحس أن الطفل مو قادر يتأقلم مع الجو الدراسي مع المدرسة، في أطفال أمهات حوالينا يقولون عيالنا مو قادرين يلسون في الصف يعانون، طبعا هذا جانب آخر طبعا في العلاج الطبيعي بعد. فكيف من جانبكم دكتورة من الجانب النفسي ممكن تقدمين للأمهات نصيحة أو تقولين شو الأشياء أو المشاكل اللي واجهتكم وكيف عالجتوها؟ أول شيء شكرا آمنة عشان شاركتينا بتجربتك، لأنه أنا متأكدة كثير أولياء أمور أمهات وأباء أكيد بيمروا بنفس التجربة اللي أنت بتمر فيها الحين، أوكي؟ وهذا شيء طبيعي يعني. وأنت سويتي شغلتين أبغى بس أعلق عليها جميلة، منها أنك أنت طمنتي بنتك. طبعا هذا الشيء اللي محتاجينه الأطفال، أنه يطمنوا أنه إحنا موجودين الكبار ومسؤولين عنهم. وثاني شيء سويتين أعطيتيها المجال أنها تعبر عن نفسها ومشاعرها. بس حبيت أذكر النقطتين هذه في قصتك. طبعا إحنا كل طفل، مرة ثانية أعيد أنه كل طفل يختلف، لازم نفهم المخاوف والجانب النفسي هذا ليش متأثر في هالطفل بالذات، أوكي؟ أنت اللي ذكرتي إنه في أطفال طبعًا دحين مع الرجوع للمدارس بعد فترة انقطاع طبعًا يبغى لها فترة تأقلم وتعايش مع وضع جديد إلى مرة ثانية يعني. فبالنسبة لي في مخاوف أكيد بتطلع طبيعي حسب طبعًا العمر الطفل والمرحلة اللي بمر فيها، المدرسة جديدة أو لا، هل عنده أصحاب من أول أو لا، نشوف تاريخ الطفل وقصته أصلًا من أول قبل الكوفيد. ففي أشياء عوامل كثيرة بس أبغى أوضحها لمستمعينا الكرام إنه لازم كمان نأخذها بعين الاعتبار. بالنسبة لسؤالك إيش نعمل، طبعًا بعد ما نفهم ليش الطفل هذا بالذات خايف وخايف من إيش، وهل المخاوف هذه جديدة أو قديمة أو زادت كمان، فكلها هذه عوامل مهمة. يمكن خايف زي ما قلتي من إنه ما يكون صداقات زي ما كون في العالم الافتراضي، يمكن خايف إنه ينفصل عن أهله وهو ما انفصل منهم فترة طويلة على فكرة، فهذا شيء مخيف يعني، ممكن يكون صدمة للطفل كمان. فإحنا إيش ممكن نسوي يعني، اللي ممكن نسويه أول شيء مع التعاون مع المدرسين طبعا أكيد والفريق الأكاديمي، لازم نعطي مساحة للأطفال. أول شيء نهيئهم، أوكي، نهيئهم للمدرسة، للقوانين الجديدة، إيش يتوقعوا لما يروحوا المدرسة الجديدة هذه. يمكن في أيام نقول لهم أيام هتكون صعبة، أيام هتكون سهلة. نعطيهم وسائل أمنة كمان إنه كيف يحلوا، كيف لما يجيهم مثلا، خلنا نأخذ على سبيل المثال قصتك اللي ذكرتيها، مثلا لما الطفل يقول أنا خايف ماما، أنا خايف إنه أنا ما أقدر أسوي أصحاب، أوكي نمشي معاه إنه نساعده، أوكي كيف تعرف إنك خايف؟ إيش تشعر أول شيء بجسمك؟ عشان يعرف الطفل المؤشرات، هذا أول شيء يدرك المؤشراته. ثاني شيء نعطيه وسائل مختلفة، أوكي لما تكون خايف أو متوتر إيش تسوي؟
أوكي، هل ممكن تكلم مدرس أو أحد في المدرسة؟ هل ممكن كيف ممكن تكون صداقة أو تروح لطفل ثاني أو في الصف أول مرة؟ نسوي نتمرن معاه كمان، فهذا يعطي للطفل في البيت طمأنينة ووسائل يقدر يأخذها معاه للمدرسة. يعني نقدر نقول دكتورة الأم اللي عفواً، عشان إذا في أمهات يسمعونا يعني يفهمونها بالطريقة الصح، إذا الأم حست إن هذا الطفل يا وقال لها أنا خايف، تقول له شو تشعر يوم تكون خايف وين تتوجه وتروح إذا كنت خايف في المدرسة، صحيح جي؟ بالضبط. يعني أول شيء نبغى نعلم الطفل إيش معنى، مثلا أنا بأخذ الخوف كمثال على فكرة، بس ممكن نعلم الأطفال على المشاعر بشكل عام. كيف تعرف أنك أنت معصب؟ كيف تعرف أنك أنت حزين؟ فين تشعر؟ هل تشعر بألم بجسمك مثلا؟ مع الخوف تبدأ مثلا نقدر نعلمه، هل تشعر؟ كثير أطفال يحسوا، خاصة الأطفال الصغار يحسوا بالألم بالخوف بجسمهم أول شيء، ألم بالبطن، دقات القلب تزيد، ما يقدروا يتحركوا مثلا، او يبغوا يجروا او يطلعوا من الصف. شوفي اي انت ذكرتي حتى في اطفال مو قادرين يجلسوا في الصف، هالاطفال هذول مو بس انهم بيسووا سلوك بس مخالف للقوانين، لكن هم بيعبروا عن نفسهم، بيحاولوا يقولوا لنا شيء، يوصلوا لنا رساله. انا مثلا خايف مو قادر اقعد في الصف، انا متوتر اليوم. فاحنا نبغى نعلمهم ايش يسووا. زي ما قلت الخطوه الثانيه لما يبداوا يفهموا فكره الخوف اصلا وكيف يعرفوا انهم هم خايفين، نبدا نقول لهم اوكي ايش ممكن، ايش الخطوات، ونديهم زي تعرفي حقيبه وسائل، عرفتي نسميها تول بوكس. فنعطيهم مثلا يروحوا يتوجهوا لمين، يتكلموا مع مين، هل في صديق او اكثر من صديق في الصف، هل في معلم او شخص حتى اخصائي في المدرسه ممكن يتوجهوا له كمان. اوكي، ففي عده خطوات الاهل، وبعدين دور الاهل في البيت يكون فعال. الاهل ايش يسووا حتى يعرفوا شو صار في المدرسه هذاك اليوم؟ هل يقدموا مثلا، هل يكونوا، يعني انا انصح الاهل في الفتره هذه يكونوا متواجدين اكثر، يكونوا صبورين كمان، لانها هي فعلا فتره تاقلم. دكتورة ممكن تأقلم. السؤال يكشف لك عن اشياء كثيره تحصل في المدرسه انت ما تعرفينها. يعني انا صدمتني نفسها بنتي هاي، سالتها ثاني يوم في المدرسه، سالتها شو استوى اليوم، قالت انا كنت اصيح، وفي بنت شافتني وقالت لي احسن صيحي. اقول يعني في اطفال في هالعمر ممكن يعني صدق موضوع التنمر مثل ما ذكرتي اختفى مع التعليم عن بعد، لانه مستحيل الطفل يقول شيء قدام المعلم. ولكن يعني ممكن سؤال تسأليني على الغداء يكشف لك مواضيع تستوي في المدرسه. فنحن مثل ما ذكرتي دكتورة نحث على ان نحن نسمع الأطفال أكثر، نتحدث معاهم أكثر، ومثل ما ذكرتي أيضا طمأنت الأطفال ونعطيهم التول بوكس. كنتي واقفة دكتورة عند التول بوكس، فممكن نقول إحنا شو هي الوسائل اللي يتبعها الطفل عشان يعزز من صحته النفسية ويتغلب على هذه المخاوف. أن صحة الطفل النفسية طبعا لها أساسيات، صح؟ من أساسها اللي أشوفه الرئيسي اللي هو الرابطة بين الطفل والأهل. يعني إذا أبغى ألخص الجواب بجملة واحدة، يعني فلازم تكون إحنا نبدأ بتأسيس وتعزيز الصحة النفسية بالطفل، بتعزيز وتأسيس الرابطة والعلاقة اللي هي تبدأ من متى بين الطفل والأهل. تبدأ، أنا بالنسبة لي تبدأ من فترة الحمل إلى ما بعد. فالرابطة هذه فيها عناصر معينة، منها ذكرناها إحنا الوسائل التولز اللي هي نستمع بإنصات كمان، تعرفي نطمن، نخلي الطفل يشعر إنه هو في أمان وفي ناس بيحموه في المدرسة وفي البيت. لكن في أساسيات كمان، إنه هي يعني لازم زي ما قلنا، كثير أهالي يقولوا لي إحنا ما عندنا وقت نقضيه حتى مع أطفالنا سبيشلي خلال الأسبوع. أوكي، لكن دائما أذكرهم أنا هي مو الوقت على فكرة ولا كمية الوقت، هي جودة الوقت. هي تقدر تقضي أنت 9 ساعات في البيت مع الطفل، لكن ما يكون في رابطة أو حوار أو كلام أو إنصات حتى للطفل. ويمكن تقضي 5 أو 10 دقائق في البيت، ودور الأم والأب هنا الاثنين فعال، ويكون في جودة في الوقت هذا، تعرفي في يكون في شيء سويته يكون مميز أو سبيشل. أنا بالنسبة لي هذا هو أساس الصحة النفسية، لأن الطفل شاف الأهل متواجدين وحس بالأمان وحس بالإطمئنان وحس بنفس الشعور. طبعا دور هنا المدرسين كمان كثير مهم زي ما ذكرت. هنا الطفل ممكن يبدأ إيش يسوي، يبني ثقته بنفسه، يبدأ يحس بالتمكين بالقوة كمان، إنه أي مشكلة يقدر يتعامل معها. طبعا ردود فعل الأهل
المشاكل الحياة كمان والصعوبات مهمة جدا. صحيح. فلما يشوفوا، فلما انت ذكرتي مثلا المثال، لما يشوفوا الطفل متوتر، اذا الاهل توتروا ايش يصير؟ يتفاقم التوتر في البيت في العائلة حتى. صحيح. فاحنا نبغى الاهل ايوه يتذكروا انه انت مراية الطفل، هذا الطفل بيستمد منك كيف نتعامل مع المشاكل وصعوبات الحياة. فلازم الاهل حتى يعززوا الصحة النفسية هم يكونوا كمان هادئين، يتعاملوا مع المواقف بحكمة، لأنه إحنا مو لازم بس ندي الطفل وسائل، إحنا ويكن إحنا نكون القدوة للطفل كيف يتعامل. فممكن نقول له لو أنا مريت بهالمشكلة أنا ممكن أسوي كده 1 2 3. نعم دكتور، نحن نقدر نقول عفواً إن الكلام يعني نحن كلامنا في هذا الموضوع أكيد دكتورة يطول، ولكن نحن نقدر نقول إذا نحن سوينا الشيء بيتبعون عيالنا، إذا كنا نحن هادين بيكونون هادين. والكلام هذا طبعاً يعني أكيد الكلام سهل ولكن الفعل صعب. يمكن أنت دكتورة تكلمين، أنا كأم تيف في بالي مواقف ممكن أنا سويتها بس ما حطيت في بالي أن هذا الطفل ممكن يزيد هذا الشيء من توتره، لأن مثلاً بفعل أن الأم متوترة. ولكن أيضا تحدثنا دكتورة عن جودة الوقت، يعني أنا قريت في كتاب يقول لو كان عندك 3 أبناء نفرض، الكاتبة في هذا الكتاب تقول لو أنت عطيتي حق كل واحد من هالثلاث أبناء 10 دقائق في اليوم بدون ما تكونين ماسكة تلفونك، بدون ما تكونين جالسة الشغلين بأي شيء ثاني، مجرد قعدتك مع هذا الطفل 10 دقائق، أنت يعني خذيتي من يومك نفرض 20 دقيقة مع طفلين، ولكن حصلتي شو جودة في هذا الوقت، يعني عطيتيهم كامل الاهتمام في 10 دقائق، ومع الوقت بيزيد يعني بتزيد يعني بيزيد الوقت اللي تهتمين فيه في طفلك. فدكتورة أنا الحين حابة أسمع منك نصيحة أخيرة تقدمينها للأمهات في خصوص تعزيز صحة أطفالهم النفسية وكذلك الجودة اللي يمنحونها في الوقت للأطفال. بالإضافة بس أضيف للجودة، أنا أضيف المتعة كمان. إحنا ما نبغى نقضي مع أطفالنا وقت بس عشان إحنا لازم ملزمين. صحيح. إحنا نبغى نحسس الطفل إنه إحنا مستمتعين أصلاً بهالوقت. فالطفل على فكرة جدا ذكي ونبيه، الطفل رادار لنا، فيعرف إذا إحنا بنمثل أو لا، ويعرف إحنا كمان يعرف أي مدى إحنا يعني في صراحة وفي شفافية بيننا وبين الطفل. فعشان كده إحنا نبغى نركز على المتعة، نركز على الوقت اللي نقضيه مع أطفالنا، نركز على تشجيعهم إنه يعبروا عن مشاعرهم، يسألوا أسئلة كمان، وإذا ما عندنا الأجوبة نكون صريحين معهم برضو، ما نديهم قصص مختلفة، لأنه الأطفال يعني من أحسن الناس اللي يقدروا يعرفوا إنه الشخص إذا بيكذب أو صادق بكلامه. صحيح. فإحنا نبغى نكون صريحين ونرجع نمط الحياة. يعني في أوقات أمنا يقولوا لي الأهالي يشتكوا كثير من وقت الصحية المبكرة في المدرسة، فأنا يعني هذا الوقت لا يصير يبدأ يصير صراع، نديهم مساحة. أول شيء شوفي الأطفال نبغى نديهم توازن بين إنه يختاروا، عندهم حرية الاختيار والقرارات، وفي أوقات لا لازم إحنا نقرر بالنيابة عنهم، ولازم يكون في توازن كمان في هالشغلة. مثلا الطفل صحي وقال ماما أنا ما أبغى ألبس هالشيء اليوم في المدرسة، طيب نعطي له خيارات، يعني إحنا نختار وهو يختار. نبغى نخلي حتى الصحية في الصباح ما تكون يعني جزء من صراع في البيت يصير مستمر. نعم طبعا دكتورة، لأن نحن لضيق الوقت باقي لنا تقريبا دقيقة، الحديث معاك جدا يعني ممتع، وأنا قاعدة الصراحة ماسكة القلم وأكتب لأن ما يفوتني شيء، ما بأنسى شيء. ذكرنا دكتورة مواضيع جدا مهمة، وبنتطرق أيضا دكتورة لموضوع جودة ومتعة الوقت اللي نقضيه مع الأطفال في حلقات قادمة. أنت كريمة ونحن نستاهل والمستمعين يستاهلون وقتك. إن شاء الله في حلقات قادمة دكتورة، كلمة أخيرة توجهينا للمستمعين ونختم معك الحلقة إن شاء الله. شكرا يا أمي، أنا استمتعت معاكي ومعاكم. أبغى أقول كلمتين أخيرة سريعة، إنه دائما تذكروا أولادكم إنكم تحبوهم، حتى لو مو بالكلام، حتى تتركوا نوت في الصباح، تتركوا نوت في اللانش بوكس، هذا الشيء جدا بسيط لكن جدا مهم وله أبعاد حتى. وثاني نقطة إنه بليز لما في مؤشرات نفسية أو شايفين إنه الطفل بيعاني بالفترة هذه أو الفترة الجاية، لا تترددوا تطلبوا الاستشارة النفسية. في الحمد لله والشكر في دحين أخصائيين مؤهلين أطفال نفسانيين، فلا كل ما كانت التدخل مبكر كل ما كانت النتيجة أحسن.
نعم طبعا دكتورة أزهار، نحن استمتعنا معك والوقت معك مر سريع ومفيد جدا أقدر أقول. فشكرا لك دكتورة أزهار محمد أبو علي، اختصاصي نفسي أول طب أطفال وأسرة في هيئة الصحة بدبي. سنستكمل حديث معك في حلقات قادمة إن شاء الله. شكرا لك. إن شاء الله. شكرا لكم. أعزائي المستمعين، في ختام حلقتنا نشكر لكم حسن الاستماع، ونشكر أيضا فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكذلك في الإعداد والتنسيق زميلتنا ميرا الغفري، وفي الإخراج مخرجنا سعيد المر، وكانت معكم محدثتكم آمنة آل علي، ودمتم في صحة وسعادة.